فجأة قامت تصرخ وطلبت تغيير موضوع المحاضرة. استمرت الدكتورة في موضوع نقاشها ورجعت المرأة تصرخ وتهدد. رغم هالشي استمرت الدكتورة في إلقاء محاضرتها ووعدتها بتغيير الموضوع في المرة الجاية. بصراحة قلت بخاطري سك واحدة متفلسفة وما عندها ذوق، ما لها حق تصرخ، مو عجبتها المحاضرة تتوكل. لكن بعدين وبعد ما خلصت المحاضرة عرفت إنها المرة اللي ما كان شكلها يبين عليها أي شيء كانت تعاني من لوثة عقلية. كانت تشتغل في وظيفة محترمة وسافرت دورات في الخارج، إلا أنها بعد زواج زوجها عليها فقدت عقلها، ومثل ما نقول استخفت شوي وما عادت إنسانة طبيعية. الدكتورة المحاضرة كانت تعرف قصتها، ولكن باقي المحاضرات بعضهم كانوا يضحكون عليها وثانيين يهمسون عليها، والبعض أكيد مثلي ظن فيها سوء ولو كان في قرارة نفسه. ظن السوء وأحكامنا المتسرعة واللي تكون للأسف جائرة وظالمة تخلينا نظلم أنفسنا قبل ما نظلم فيها غيرنا، ويمكن تتسبب في أحيان كثيرة في منع الخير عن البعض أو تضيع بعض الفرص عليهم، لأن الظن السيء أحياناً وتفسيرنا الخاطئ للأمور يمكن ننقله للآخرين، واللي يمكن يأخذون على أنها حقيقة وحزتها ما بتفيد كلمة كنت أعتقد وقلت، بيكون حزتها طاح الفاس بالراس وما راح ينفع الندم.